بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام والصالحات من الأعمال، وعاد علينا وعليكم وعلى الأمة بأسرها هذه الأيام الخير واليوم المبارك، كما ندعوها عز وجل أن يبلغنا وإياكم ليلة القدر إنه ليلة القدر عليه. كنت قد زورت كلمة بهذه الليلة المباركة، ولكن أبت الآيات إلا أن تفض علينا حديثا مهما، وكأنها تنادي علينا في مطلع هذه الصورة التي سمعنا في الركعات التي صلينا في قيامنا هذا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. كأن هذه الآيات المباركات في مطلع هذه السورة تقول: ما لكم، ما لكم نسيتم الأقصى، ما لكم نسيتم الأرض المباركة، ما لكم ثقلتم إلى الأرض، ما لكم انشغلتم بأموركم الخاصة، ما لكم وكأنكم تأثرتم بصنيع الباطل الذي يجتهد دائما وأبدا أن يجعلها قضية خاصة، وأن يجعلها مشكلة خاصة، وأن يجعلها نزاع من نوع خاص. لا، إن القرآن الذي سمعنا يخاطب جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها على اختلاف اللغات والألوان واللهجات والأوطان، يخاطب الجميع ويوضح ويبين للجميع مكانة الأقصى، مكانة الأرض المباركة من هذه الأمة. نعم، حتى لا تصبح القضية فلسطينية، أو حتى لا تصبح القضية خاصة بأهل فلسطين، بمعنى أصح أن هذا شأن داخلي يتكلم فيه أهل غزة مثلا أو أهل الضفة فقط لا غير. لا، هذا ما يتمناه أعداء الإسلام، وهذا ما يخطط للوصول إليه أعداء الإسلام. إن قضية الأقصى قضية الأمة بأكملها من مشارقها إلى مغاربها، هذه القضية ينبغي أن تحيا في القلوب وأن تبث في النفوس من جديد، وأن تعلو وأن تدرس في بيوتاتنا، في طرقنا، في أسواقنا، في مساجدنا، في مدارسنا، في جامعاتنا، في حقولنا، مصانعنا، شركاتنا، يتكلم بها المسلمون في كل مكان، لأن الأقصى والأرض المباركة أمانة في أعناق الجميع، سيسأل عنها الجميع. ليست قضية فلسطينية فقط، بل هي قضية تمس جميع المسلمين كما قلنا في مشارق الأرض ومغاربها. لذلك انظر في تلك اللحظات الحرجة والعصيبة من حياة أمتنا لما بعث صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولما ثارت قريش وأرغت وأزبدت وتوعدت وتهددت وصنعت ما لا يخفى عليكم به وبأصحابه من التضييق والتنكيل والتعذيب والتهجير والمصادرة، ويعني صور العذاب والنكال التي لا تعد ولا تحصى، وكيف صبر وثبت، وكيف كانت الهجرة الأولى والثانية، وكيف كان انحصار شعب أبي طالب، وكيف كانت الهجرة إلى تلك الأماكن الأخرى التي يحاول أن يبحث فيها عن أرض جديدة وعن أناس جدد، صلى الله عليه وسلم كما هاجر إلى الطائف، وكيف كان الاستقبال، وكيف صمد وثبت، وكيف كانت التضحيات كبيرة جدا وعظيمة جدا. كانت رحلة الإسراء والمعراج لما أغلقت مكة وما عاد مستجيب، قد تقول كانت للتخفيف عن رسول الله ولتسليته ولبيان مكانته عند الله عز وجل وعند ملائكته وعند أخوانه من الأنبياء ومن المرسلين، ولكننا نضيف معنى مهما كأنها إشارة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه. نعم، حتى وأنتم في أحلك المواطن
في أشد المراحل حرجا في الصراع مع الباطل لابد أن تفكروا في الأرض المباركة والمسجد الأقصى. هنالك في تلك الأماكن البعيدة الدعوة ستصل، الدين سيعلو ويسود ويقود وتفتح البلاد والعباد. انظر إلى هذه البشرة في طيات الإسراء، وإلا كان بالإمكان أن يكون المعراج من المسجد الحرام الذي هو أفضل من المسجد الأقصى، كما تعلمون الصلاة فيه 100,000 صلاة وفي المسجد الأقصى 500 صلاة، لكن انظر عرج أسري به من المسجد الحرام المسجد الأقصى لبيان هذا المعنى المهم، ثم عرج به منه إلى السماء السابعة ثم عاد إليه إلى آخر المعنى. لسنا بصدد التفصيل، لكن الإشارة التربوية الرائعة والجميلة أن الأقصى مكان لانطلاقة الأمة إلى العالمية. قد تقول تأخر افتتاحه وتأخر يعني في عودته لهذه الأمة، لكنها إشارة ضمنية رائعة لابد من التأسيس والتأهيل والإعداد والتربية لمن سيقومون بفتح وتحمل أعبائه ومواجهة الدنيا بأسرها. لا شك أن رسول الله أفضل من الصديق وأفضل من الفاروق الذي فتح في زمنه، ولا وجه للمقارنة كما تعلمون، ولكن كأنها رسالة لنا جميعا أن الوصول للأقصى يحتاج لفترات إعداد وتأهيل لمن يكونون على قدرة على تلبية الأوامر والنواهي وعلى السمع والطاعة والبذل والتضحية وأداء دورهم على أكمل وجه، عند سيكونوا مؤهلين لأن يكون هذا المكان في أيديهم. نعم طالت الفترة، قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ترك أصحابه وقد أهلوا وأعدوا المهمة، ولي الصديق و